في الاستديو ارحب بضيفتي الكاتبه رولان حسن واللي كانت ضمن الشباب المشاركين في هذا الحدث. طبعا روان لها مجموعه من الاعمال التي شاركت في كتابتها من بينها مسلسلات على نتفليكس، وايضا كان كاتب السيناريست ادهم عبد الغني. منورين سعد شباب، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله، يعني مو معي اليوم اي شباب، انتم متمرسين في هذا المجال، ولكن خليني ابدا معك رولان. رولان اسمك حلو ما شاء الله. نبي نعرف كيف كانت الدوره وايش اضافت لك، وانت بالاساس متمرسه من قبل الدوره. اول شيء حابه اشكركم على الاستضافه الجميله، وشكرا لزوجك. ثاني شيء حابه اقول انه بما انه هذا المجال جديد في المملكه العربيه السعوديه، فحتى لو في ممكن نستعمل كلمه غير متمرسه يكون افضل، حتى لو انه هذا مجالي واللي اعمل فيه، لانه اعتقد انه ما عندنا لسه اشياء واضحه او خطوط واضحه مبنيه تبين هذا المجال بشكل يعني قطعي. ولهذا احنا تقريبا كلنا لسه يعني في بدايه المجال وبدايه هذه الخطوات. ولكن اجابه على سؤالك، انا جدا استمتعت بحضور الدكتور مدحت العدل. طبعا هو من اهم صناع السيناريست العرب، وكان جدا مهم انه نختلط او نحتك باحد عنده خبره اكبر وقد دخل هذا المجال من فتره وحقق فيه اشياء عالميه، وبالتالي طبعا هذا حيساعد في صناعه المحتوى الاعلامي هنا في المملكه. صحيح. بالإضافة إلى الكنز الحقيقي اللي كان موجود الصراحة، هم الناس والأشخاص اللي حضروا معنا في الدورة، من ضمنهم الكاتب الروائي أستاذ عبد الخال، وفي صدقا رجال ونساء أعمال كثير حضروا، وهذا وضح لي كأحد في المجال أنه في اهتمام واقبال شديد جدا، وهذا يعطينا احنا الدافع. اكيد كلنا شفنا انه كان في اقبال كبير جدا في صحيح. هذا المجال، لكن بنعرف انتم فين كنتم متخبيين رولان؟ اعتقد انه موجودين، ولكن كان اكثر الناس في مجموعات، كانت يعني ما يمدينا ننكر طبعا في البدايه هو في تلفزيون واعلام سعودي من زمان، ولكن لما بدا يطلع بدا يظهر على شكل يوتيوب ومجموعات اكثر من انه شيء يتشارك فيه المجتمع ككامل او انه يكون له وحده لحاله كمجال وصناعه. الان احنا صرنا في مرحله هذا التاسيس لانه لبدء هذا المجال والصناعه، فاعتقد بدات تبان المواهب اكثر، وهذا الشيء طبعا يسعدني صراحه هذا المجال. طيب